وللحديث أكثر عن تصاعد حالات العنف الأسري في العراق معنا من أربيل المحامية والناشطة الحقوقية الأستاذة وسن الدليمي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أهلا بك أستاذة وسن. يعني مكتب حقوق الإنسان يتحدث اليوم عن تسجيل نحو 372 حالة عنف أسري في محافظة كربلاء فقط منذ بداية العام الجاري ولحد الآن، ماذا تعني لكم هذه الحصيلة؟ طبعا هذه الحصيلة هي تابعة لحصيلة أكبر منها، هي شاملة للعراق من شماله إلى جنوبه. حصيلة عنف أسري تابع لنتائج المجتمع الهش الذي ولدته العملية السياسية منذ 20 عام. نعم. هذه العملية السياسية طبعا ولدت واقع مجتمعي مزري، ولدت انفلات أمني أدت إلى انتشار المخدرات، أدت إلى دخول عناصر مشبوهة، دخول المخدرات اللي حتكت بالمجتمع، ونتيجة طبعا للواقع الاقتصادي المتردي لهذه المجتمعات، هذه الفئات من المجتمع اللي تركز بها العنف الأسري. طيب هنا ما الذي يمنع من تفعيل قانون مناهضة العنف الأسري في العراق؟ ولماذا يتأخر البرلمان في سن مثل هذا القانون؟ لا توجد أسباب مقنعة وحقيقية، إنما جميع الأوضاع مرهونة بالعراق وبالبرلمان بالمزاجيات السياسية والاتفاقيات والتفاهمات. الأمم المتحدة دقت ناقوس الخطر أكثر من مرة باتجاه هذا الموضوع، إنما القانون أصبح حبيس البرلمان لأن البرلمان أصبح سياسي أكثر من هو ما هو تشريعي. مجرد صالة للتجاذبات والخصومات ومجلس للمزايدات والمنافع الحزبية والشخصية، وهو بعيد كل البعد عن هموم المواطن والواقع الاقتصادي والاجتماعي المزري اللي موجود حاليا بالبلد. هل الأسباب التي يدرجها البرلمان للتأخر في سن القانون مقنعة وسط هذه الزيادة الملحوظة في العنف ضد الأطفال والنساء؟ طبعا ذكرت لك لا يوجد أسباب مقنعة. نعم. هو قانون لابد من تشريعه للقضاء على ظاهرة العنف، لكن البرلمان مثل ما ذكرنا يهتم بأمور أكثر، التصاق بالسياسة أكثر، منافع شخصية أكثر، منافع حزبية، هذه الأمور التي تدور في أروقة البرلمان. أما القوانين التي تمس المواطن وهموم المواطن وتخص المجتمع، مكافحة المخدرات، العنف الأسري، الإتجار بالبشر، كل هذه القوانين هي قوانين رهينة وحبيسة في أروقة البرلمان. طيب ما هي توصياتكم كنشطاء ومنظمات حقوقية للوقوف في وجه هذه الانتهاكات والعنف الأسري قبل أن تتحول لظاهرة في العراق؟ يعني توصياتك للجهات الحكومية وكذلك توصياتك للجهات وكمنظمات، كيف يمكن أن يتعاونون مع الناس، يتم توجيههم بطريقة يقللون من هذا العنف أو يواجهوه؟ طبعا كنشطاء حقوقيين نطالب بتفعيل القوانين اللي تحد من هذه الظواهر. نعم. وإعطاء فرص للمنظمات والنشطاء القانونيين بإقامة ندوات، زيارات ميدانية توعوية. نعم. ولابد تكون هذه مدعومة من الدولة أمنيا طبعا. نعم. المناطق اللي ترتفع بها نسب هذه الحالات، حتى تأخذ هذه المنظمات أو هذه الشخصيات النشطاء دورها بالتوعية والتوجيه وإعداد برامج تثقيفية تحد من العنف الأسري والمخدرات. كذلك نطالب الدولة بأنه تفعل مؤسساتها في مكافحة العنف الأسري، ومثل ما ذكرت أنه مرتبط بمكافحة المخدرات، مكافحة الفقر، لأن مثل ما نعرف أنه مكافحة العنف الأسري تأتي من الواقع السياسي، الواقع الاقتصادي، الواقع الأمني، هذا مثلث بناء الدولة وتأمين المواطن للقضاء على العنف أولا والقضاء على الفقر ومن ثم القضاء على المخدرات. نحتاج إلى دولة مؤسسات، نحتاج إلى قانون صارم يكافح ويعاقب ويحد من جميع الظواهر السلبية المؤدية إلى زعزعة المجتمع وتفككه وزيادة حالات العنف فيه.
من وجهة نظرك، هل الفقر هو أكثر نسبة بالتأثير على العنف الأسري أم الجهل بالأمور التربية وأمور السلوكية والتعامل مع المرأة والطفل؟ طبعا بالتأكيد هو الفقر العامل الأساسي، لأنه راح يكون هم المواطن ينصب على سد حاجة العائلة المادية، وبهذا يبتعد عن التربية، يبتعد عن الالتقاء. أساسا هي أغلب المشاكل اللي إحنا نشاهدها بالمحاكم هي بسبب الفقر، بسبب الحاجة، يلجأ للمخدرات، يلجأ للعنف، أحيانا حتى العنف ضد الأطفال بسبب المادة، اللي هي الوضع الاقتصادي اللي أدت إلى التفكك الأسري، بالنتيجة ضياع الأطفال، وبالنتيجة الضرب والعنف ضد النساء والفتيات، طبعا غالبيتهم بسبب الوضع الاقتصادي، وطبعا انتشار المخدرات اللي هي مرتبطة بالوضع الاقتصادي. ونسبة الفقر بازدياد مستمر دون أي إجراءات حكومية لمواجهة هذه الظاهرة. من أربيل المحامية والناشطة الحقوقية وسن الدليمي، شكرا جزيلا لك.